صندوق التأمين الحكومي لتعويض الحوادث المجهلة هو عبارة عن صندوق بيخدم المصاب في حادث سيارة مجهولة أو ورثة المتوفي بصرف 40,000 جنيه لذوي، وذلك في 5 حالات: عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعافاة من إجراءات الترخيص، حالات إعصار شركات التأمين يعني عدم قدرتها على السداد كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى حالات أخرى بيصدر فيها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. وكل المبالغ دي بتصرف خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات. أما بقى المستندات المطلوبة في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، طلب بيكتب فيه اسم مقدم الطلب وصفتي وتفاصيل الموضوع، وصورة رسمية من شهادة الوفاة، وجانب صورة رسمية من الإعلام الشرعي، وصورة تانية رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي، وصورة رسمية تصرف من النيابة بتشمل شهادة من الجدول ونموذج 40 نيابات، سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، وبنجيب تقرير طبي من وزارة الصحة مختوم برضو بشعار الجمهورية، وآخر حاجة بناخدها معنا الفواتير الدالة على العلاج في حالة العجز الكلي أو الجزئي. ليه فكرة الصندوق؟ الصندوق في الأساس هدفه القضاء على فئة من المحامين الفاسدين أو المعروفين يعني بمافيا التعويضات، وده تنفيذا للمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، والقانون ده هو القانون رقم 72 لسنة 2007.